ازيكم شباب؟ فيديو جديد، اول فيديو بعد البليسمنت في الرانك. طبعا دخلت لسه داخل، عملوا بان اول مره اشوف بان رامس في الرانك، وخلاص الولد قاعد بالدنيا هيعمل بان رامس، اكيد بيلعب بمصري، فقال لك اما اعمل بان رامس. قلت لما اخش بشيكو كده اجرب كده الدنيا فيها ايه. هو مستري اللي عمل له بان، قشطه، تقريبا هو عارف اللي هو اللي هيكونتر وكده، فقال لك اما اعمل له بان. بس لسه معانا شيكو كده، اي نعم اخد نيرف في اللي هي البتاع ديت، بقت ب 1300 بدل ما 1325 بدل 1200، فهتخليك لازم تفرم اكتر قبل ما ترجع وكده. و هنلعب كده كويس، احنا معانا تانك، ما معهمش اي تانك الا فريش، نشوف يعني احتمال كبير نكسب يعني. السيلفر ده لو قعدت فيه شويه ممكن نقعد فيه بقى، يعني نكمل في سيلفر بقى وخلاص، هتبقى رحلة الخروج من السيلفر. هجيبك بليه بتاعك. يا ابن المحظوظة. لا يا رب ما يجيب ليفل 6، بس جاب ليفل 6، جاب ليفل 6 للأسف. عايز اوصل ليفل 6 واقوم رايح الدريك، اخده بالالت كده على طول، وهو انفينرا مانوس A few moments later. اخده، واو، مش عارف نجيب، مش عارف نجيب، خلاص يا ابني. يا عم ارجع يا عم الحاج. خلاص انا رجعت، ارجع، مش لازم داخلين ورا كلكم. اخيرا موتوها، الحمد لله. عارف اعرف اجيبه ولا لا، بس ايش حاول. موت نفسي تاني، ماشي. مستر ايه دوت، مش عارف، دخل على الاي دي سي لوحده ومات يعني، مش عارف بصراحة. سبورت الولا ثريش ده فشيخ يعني، مش عارف هنعرف نعمل معاه حاجة ولا لا. ايزي طب ما انت لما انت تانك مش عايز تموت، طب ما انت وظيفتك ايه في الجيم؟ مش فاهم. بس اخدت الدراك، اخدت الدراك معاك.
انا كنت جاي عشان اخد الدراك بس. يلا انا جاي يا ابني، خش يابا، خش يا حبيبي، خش يا حبيبي. الاجنايت فين؟ طيب فين ام الاجنايت؟ عايز اروح على الاي دي سي بس مش عارف، مش عارف اوصل له. هو بيتموتوا بعض، بيتموتوا نفسه كده. ايزا خش يا حبيبي، خش ما تخافش. طب يا الله، واضح ان انا مش في المود ان انا العب النهارده خالص. ازيكم شباب، في تاني حلقة من حل من تاني جيم من حلقة النهاردة. جالنا رامس المرة دي، متعملوش بان ولا حاجة، و معانا سراكة ومال زهار. انا دي حاجة بس، بص انا اول شوف سراكة ومال زهار تحس ان انت بأمان خلاص، خلاص بص في راحة نفسية كده جوه، ما يهمكش بقى قدامك مين بقى. مال زهار هيدوس الت في اي وقت في اي حتة، خلاص جالك كلاية خلاص. ومعاك سراكة طبعا هتدوس الت برضه في اي حتة في اي وقت هيجيلك هيت. يعني بص ايزي جيم، بس هقعد اقول ايزي جيم كده ايزي جيم لحد هتلاقينا برضه خسرنا في الاخر. الطب بتاعنا ارجع يا اسطى، يا اسطى ارجع يا اسطى بتاع الطب انت يا اسطى. لو خسر لك جيم يا اسطى هيبقى شكلنا وحش اوي يا اسطى. حاجة لطيفة يعني. ساد يا اسطى، ساد ساد يا اسطى. خد يلا ضرب فلاش، الحمد لله الحمد لله. خش يابا، خش يابا اللي ولا خدت 3000 فارم وانت مش موجود يابا. وفيه دي كمان، يلا يلا حلو حلو. تعال بقى دريك دريك بسرعة اهو، كلها في الميد. بتضرب يا حبيبي، يا حبيبي اضرب. يا نهار اسود، يا خرابي كل ده عشان يضربه يا جدعان والله. طب كويس اللي منظر بيفهم معانا. لسه ضرب قلت علينا كمان، عبيط ولا يا اسطى؟ خش 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 في طاور. اضرب يا اسطى، حرام عليك يا اسطى، حرام عليك جدار. اه ماتش. طيب جي جيز، راح اعمل جان كاي كمان في البوت بقى كده قشطه. ما عادش الا الطب بس عشان هو كان اف كي ورجع بقى اتاخر في الفارم، وده متفارم كتير وكتير كده. احاول يعني احاول اروح له كده بس يعني اظنش ممكن نموت احنا الاثنين يعني من الاخر.
ايزي، لو كانت طلعت من الالت بتاعته كانت هتموته في كلمة ونص، أول ما تطلع من الالت بتاعته كانت هتموته. فكويس اللي موتها، حتى لو كانت الكلام مش مشكلة كان هيموت هو. الطوارد هنا طبعا، في فيجن هنا. هاي هاي هاي، هيموتها ولا سد؟ واو موضوع. فري تاور، نايس. دريك بقى ممكن، ايزي اهرب بقى، اضرب يا اسطى، بص ايديك يا اسطى، ايزي ايزي جام، خش يا اسطى، فري تاور يا اسطى، فري تاور. واو ده بترول ولا ايه يا جدعان؟ والله كنت عايز اسيب السكلات دي، الكلات دي اهرب اهرب يا اسطى، اوعى يالا اوعى يالا، انت عبيط يالا ولا ايه؟ انا عارف الواد ده هيبقى معاه الام البتاع بتاعته. لا لا، ايه يا اسطى، ايه يابا، ايه ايه يا معلم، ايه مش بتاع الكلام ده، لا اضربها يا جدعان، تعالوا 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 البتاع دي بسرعة 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 بسرعة. ايزي جي جي، قلنا اس و 23 ال بي حلوين. وازيكم يا شباب، في تالت حلقة من تالت مش عارف كل شوية اقول تالت حلقة، تالت جيم من حلقة النهاردة، قشطة. فكده هتبقى احسن يعني. انا ناسس في الطب، رب كتر من استكاته وقل من الفيد بتاعه، واحنا هنبقى زي الفل. عايز افايت بس اديها شويه دامج، انا عارف ان انا مش هاخد دامج كتير يعني. لازم دايما، شفت الجنجل التاني يعني فاهم، يعرفه كده في حياته فاهم، حتى لو انت مش عارف تموته يعرفه خلاص فاهم، اللي هو ايه، انا مش عارف اموتك بس انا جاي اعرفك كده، ارفع لهم ماستر بقى باي حاجه من دي، بس المهم تعرفه خلاص. نايس نايس، اديله الماستر يا اسطى، ايزي ارجع. ضرب الفلاش، ضرب الفلاش،
لا ساد. مرة بتقلت عليه تريكل. لا يا اسطى ايزي ساد. لا ساد يا اسطى، ساد يا اسطى. نايس بس كده، ده اخر اللي عمل دايف عليه. تعال تعال. لا راح فين؟ هاي نايس. ايه اخدنا اول بلاد حلو ده كده قشطة، اول تاني بلاد كمان. عارف الميد ده معاه لو ده سقار هيخش هيبقى في وش، بص هينط فوق. مش عارف ليه ما بيخشش معايا، ليه كل شويه يخش وهو يبقى فضل ورا في فارم بقى، ما اعرفش بعمل ايه. ما عادش راح الميد تاني خلاص. هو انت ما دام انت مش عايز تعمل حاجه يبقى انا مش هعمل حاجه انا كمان. تاني اهو. نايس 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 نايس. حلو حلو فشخ. قال لي ايكون ما بستعملهمش عموما بس ايش يعني. ايه جالنا 23 ال بي تمام، وهنوقف الحلقة هنا بقى قشطة، وشوفكوا بقى في الحلقة الجاية. بيس.